هعرف حضراتكم دلوقتي على حكاية المدينة الغارقة على بعد 2.5 كيلو متر من شاطئ أبو قير في اسكندرية، وعلى عمق تقريبا من 10 ل 15 متر تحت المية، فيما يسمى أو يعرف بالمدينة الغارقة أو الإسكندرية القديمة. البعض بيعتقد أن هي كانت جزيرة، وهذه الجزيرة تعرضت للغرق، وخلال بقى عملية الغرق تحطم الكثير من المباني والقصور والقلاع داخل مية البحر. ظهرت هذه المدينة تحت المية في اسكندرية، وبدأ بقى يظهر أجزاء من، خلينا نشوفها أوضح يا مصطفى، بعض الأجزاء من معبد وتماثيل لمعبودات زي ما قالت وزارة الآثار فيما يعرف بمدينة هيراكليون، ودي كانت مدينة المفروض في القرن الرابع قبل الميلاد وغرقت تحت المية. لكن رغم كل التفاصيل الكتير عن هذه المدينة، لكن محدش عارف هي دي كانت ايه وغرقت امتى وغرقت ازاي، لكن الأكيد ان دي كانت حضارة، دي كانت ناس بحضارتهم بتماثيلهم بالآلهة الخاصة بيهم بكل التراث الخاص بيهم، عاشوا في يوم من الأيام فوق الأرض وانتهى المصير بهذه الجزيرة أو هذه المدينة تحت المية. خلال بقى السنين اللي فاتت بدأت الوزارة، وزارة الآثار والسياحة، تعثر على الآلاف من القطع الأثرية المعمارية تحت الأرض زي ما احنا شايفين، العديد من التماثيل، قالوا إنه فيه كمان تمثال حابي العملاق وده مصنوع من الجرانيت الوردي وتم العثور عليه برضو تحت المية. التمثال الخاص بحابي اللي هو المفروض يسموه إله النيل من الجرانيت وزنه بيصل إلى 6 طن، وبيعد ثالث أكبر تمثال تم انتشاله من المياه وبيرجع إلى العصر البطلمي. خلينا نعرف إيه القصة، لأنه اللي صور الصور دي واللي اكتشف هذه الاكتشافات الحقيقة الغواصين اللي بينزلوا تحت المياه سواء لاكتشاف مثل هذه الآثار أو حتى لتصويرها زي ما شفنا في الفيديوهات اللي كنا بنعرضها على الشاشة. معايا عبر زوم الأستاذ أحمد بدوي، هو غواص ومتخصص في الآثار الغارقة في اسكندرية. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نتكلم اكتر عن هذه المدينه، ولو في اي تفاصيل عنها، لانه يعني المعروف عنها ان هي مدينه غارقه، مدينه تحت الماء، لكن حكايتها ايه؟ هو حكايه المدينه الاثريه الغارقه تحت الماء البحر في اسكندريه على مسافه 2 كيلو ونص من متر من شاطئ ابو قير بالاسكندريه، وعلى عمق 10 15 متر تحت الماء هنلاقي مدينه غارقه للمصريين القدماء، للاسكندريه القديمه بخليج ابو قير، وللبعض يعتقد انها كانت جزيره تعرضت للغرق وتحطم الكثير من المباني والقصور والقلاع في مياه البحر، وظهرت تحت مياه البحر في الاسكندريه اجزاء من معبد وتماثيل. الدلائل الاثريه التي ذكرتها وزاره الاثار اشارت الى انهيار مدينه هيراكليون في القرن الرابع قبل الميلاد وغرقها في البحر، لكن الغموض لا يزال لغايه دلوقتي يحيط بتفاصيل سقوطهم، اذا كان ده زلزال او اعصار او امواج جت غطت الجزيره دي. حتى الان لم يعرف على وجه التحديد ما هي الكارثه التي ادت الى اختفائها. البعض بيعتقد ان المنطقه دي حدثت بعوامل الزلازل، بعوامل يعني فيضانات ادت لغرق المدينه، لكن لا يوجد حتى الان سبب محدد. وخلال السنين اللي فاتت عصرت وزاره السياحه والاثار على اكثر من 3000 قطعه اثريه معماريه. طيب انا بس تحت عايز اعرف من الماء. حضرتك، حضرتك كنت اتفضل. بتشارك او شفت ده، يعني نزلت بنفسك وشفت ده صح كده؟ هو اوريدي يا فندم احنا شفنا مناطق مشابهه، يعني في منطقه ثانيه في الميناء الشرقي في اسكندريه اللي هي بتمتلك اللي بيقع فيها فنار اسكندريه القديم اللي هو احد عجائب الدنيا السبع حضرتك العظيمه. ما شفتش بنفسك المدينه الغارقه، ما نزلتش في المنطقه دي قبل كده؟ المدينه بتاعت راكلون لغايه دلوقتي البعثات الفرنسيه والاجنبيه شغالين فيها، وحتى الان لم يتم التصريح لمراكز الغوص او الغواصين السياح الاجانب او المصريين بالغوص على هذه المناطق لانها تحت الاكتشاف لحد دلوقتي. يعني دي مناطق ما زالت تحت الاكتشاف، وبالتالي مش مصرح ليكوا ان انتوا تنزلوا. لسه حتى الان، لكن في مناطق فتحتها وزاره السياحه والاثار وادت تراخيص لمراكز الغوص ان هي تنزل عليها، زي فنار اسكندريه القديم وجزيره فاروس اللي هم بيقعوا في ظهر قلعه قايتباي في الاسكندريه بالميناء لما الشرقي. بتنزلوا تشوفوا الحاجات دي، يعني هل دي كانت مدينه كامله، كان في يوم من الايام ناس عايشه في المنطقه دي ودي الاثر طبعا يا الخاص فندم. بيهم؟ طبعا يا فندم، فنار اسكندريه الغرقان ده مثلا
يعني من احد عجائب الدنيا السبع القديمه، واتبنى في عهد بطليموس الاول حوالي عام 290 قبل الميلاد، وانتهى العمل في بعد 10 سنوات تقريبا في عهد بطليموس ايه ده؟ الثاني في عام 279 قبل الميلاد برضه. نعم، بشكرك الأستاذ أحمد بدوي، غواص متخصص في الآثار الغارقة، شكرا لحضرتك.